بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين الحراق رئيس الجامعة الوطنية الأربع مطاعم المغرب. اليوم جينا لفاس لجوج ديال اللقاءات. كان اللقاء الأول اللي تيتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإعفاء من الغرامات والزيادات اللي قرها المجلس الإداري ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذه كانت معركة خدناها احنا كجامعة وطنية مع جميع المؤسسات المعنية بالقطاع، مع الوزارة الوصية اللي هي الوزارة ديال الصناعة والتجارة، كذلك مع المجلس الإداري ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اليوم كان هذا اللقاء هذا اللي كان حضر فيه رئيس الغرفة ديال الصناعة والتجارة، حضر فيه كذلك المسؤولة والمديرة الجهوية ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش تشرح للناس هذا الإعفاء اللي جا الجديد دابا حاليا باش الناس باش يكونوا في وضعية قانونية سليمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كذلك غيكون لقاءنا الثاني اللي هو المؤتمر الجهوي ديال الفرع الجامعه الوطنيه بمدينه فاس اللي تيشمل الجهه ديال فاس والناس، اللي غادي يكون ان شاء الله بحول الله اللي غادي نناقشوا فيه مجموعه من الاكراهات، مجموعه من المشاكل، مجموعه كذلك من الخطوات اللي قامت بها الجامعه الوطنيه على المستوى المركزي مع المؤسسات المعنيه بالقطاع، مع الوزاره كذلك المعنيه بالقطاع، ويكون انتخاب ديال رئيس الفرع الجهوي ان شاء الله بحول الله. نتمنى التوفيق لهذا الفرع. اليوم كان عندنا اجتماع ديال المكتب الوطني في مدينه فاس اللي من بين النقاط اللي كانت موضوع ولا كانت في جدول الاعمال ديال هذا اللقاء هذا هو ذاك الانتشار ذاك القطاع العشوائي في كل الطرقات، في كل الازقة، في كل الشوارع على المستوى الوطني. وهذا الامر هذا كنا نبهنا ليه مرارا الوزاره الوصيه اللي هي وزاره ديال الداخليه انها باش تدخل باش الانهاء لهذا القطاع العشوائي، لكن للاسف الشديد دابا حاليا كاين اتجاه بعض رؤساء الجماعات على المستوى الوطني انهم باش يحاولوا باش يرخصوا لهاد الناس هذا، وهذا في الحقيقه غادي يزيد يأزم القطاع ديال المقاهي والمطاعم اللي مازال ما تعفاش من الازمه ديالو اللي عاشها، طبعا عاشها في كورونا وعاشها من بعد كورونا بهذا التضخم اللي كاين وبهذا الغلاء الاسعار وكل المواد الاساسيه راه تزادت. غادي اكيد هذا الامر هذا غيخلي القطاع يعيش ازمه كبيره. وحنا طبعا عندنا مراسله غادي يكونوا غدا ان شاء الله بحول الله مراسله موجهه للسيد رئيس الحكومه وكذلك السيد وزير الصناعه والتجاره وكذلك الوزير ديال الاقتصاد والماليه في هذه الاطار هذا اللي تنبههم فيها لهذه الخطوره ديال هذا الانتشار ديال القطاع العشوائي والخطوره ديال الترخيص ديال هاد الناس هادو. لا يعقل ان واحد عنده مقهى مطعم عنده خاسر 300 مليون، عنده واحد 20 30 ديال الاجره، يجي واحد عنده الكروسه محطوطه في الباب ديال القهوه ديالو، اكيد غيضر بشكل كبير هذا سواء رب المقهى وكذلك حتى العاملين في هذه المقهى هذه ولا في هذه المطعم هذه. شكرا على هذا السؤال. هذا الاجتماع كان مؤتمر اول ديال جهه فاس مكناس، وكان عندنا واحد اللقاء مع لاسينيسيس مع المديره الجهويه، وكان عندنا مع الاخ صديق ديالنا رئيس الغرفه ديال الصناعه والتجاره والخدمات، وكان النقاشات حد على المشاكل ديال هذا القطاع، وكان النقاش كيف التسديد بالنسبه للدعائر وكيفاش تكون الامور ديال التسديد، وناقشنا بزاف الاخوان. وبالتالي درنا المؤتمر الحمد لله، كان الاخوان ديالنا داروا الثقه فيا، عطاوني كرئيس الجهه، وكنتمنى ان شاء الله نكون على حسن الثقه اللي عطاوها لي، وكنتمنى باننا نزيدوا نطوروا هذا القطاع ونحلوا المشاكل ديالنا لان بهم يمكننا ان شاء الله نوصل. السيد الرئيس، كاين واحد النقطه متعلقه بالقطاع ديالكم واللي الكل كيتسائل عليها، هو ما مصير القطاع الغير مؤثر بخصوص السيارات المتنقله اللي كتبيع؟ هذا هو ناقشنا هذا الموضوع مع السيد الرئيس ديال الغرفه، وناقشنا باننا غنديروا واحد الرساله للسيد الوالي، وغنديروا معاه ان شاء الله شي اجتماع من قريب اما مع السيد الوالي او مع الكاتب العام باش نشوفوا هذا المشكل. هذا المشكل عويص، كما كتعرفوا مدينه فاس الجهه ديال فاس مكناس راه كما كنقولوا راه مدينه كما كنسموا واش سامحين فيها ولا ما نعرفش، كما كنعرفوا الاخوان بان اش غنقول لكم، ملي كتمشي مع تسعود الليل واش كتلقى شي شنو كتلقى؟ دمار. انا ما فهمتش علاش هذه المدينه اللي كانت احسن مدينه في المغرب ولات اكفس جهه في المغرب، ما عرفش علاش، واش ما مهتميش بها؟ وهذه القضيه هي اللي خلاتنا بان القطاع ديال المقاهي والمطاعم راه غادي للافلاس كما هضرنا مع الاخوان، لان علاش ما يمكنش استمرار هذا القطاع؟ لان هذا القطاع شنو هو باش كيمشي؟ كيمشي بال
بالكليون، يعني ما معناه يعني خدمة ديالو مع الناس لا ما كانوش، كيفاش غيمشي يستمر؟ هذا هو المشكل، لأن الأزمة الاقتصادية من كوفيد الآن غادية في تدهور، هذا كيخلي رب العمل ولا رب المقهى ولا رب المطعم ما كيقدرش يخلص المشاكل، ما كيقدرش، لأن هذا هو المشكل، ما كيقدرش. حتى دابا هاد الإعفاءات اللي وقع راه حنا خصموا الرب اللي يدير الكريدي باش يخلص هاد راه انفورسيبل، راه ما يمكنش. حتى المشكل ديال الثمن كما كنشوفوا الإخوان ديالنا، الثمن ديال السعيرة ديال القهوة أكبر السعيرة كاينة في المغرب. واش كاين شي قهوة دابا ب5 درهم؟ حتى دابا القهوة الواعرة عندنا حنا كدير 12 درهم 13 درهم. سؤال آخر، مرحبا. حنا كصحافة استقصائية تبعنا أن المعاناة اللي عانها القطاع جراء تداعيات كوفيد، غير هو كنلاحظوا أن هناك نسبة كبيرة من اليد العاملة في القطاع اللي ما عندهاش وثائق ديال عقد العمل غير مصرح بها بلاسينيسيس. الاستراتيجية ديالكم كجمعية ضمان حقوق الشغيلة، دابا هذا هو المشكل اللي كنهضروا. دابا حنا ماشي ضد الضمان الاجتماعي، حنا مع الضمان الاجتماعي، مع التغطية الصحية. حنا شنو كنطلبوا؟ كنطلبوا يديروا لنا واحد السعير، واحد السعير. ما مثلا دابا الاخوان ديالنا كيداكراروا العمال ديالهم 18، و 18 بالنسبه ليا انا راه فيها الساحه الطاقيه وفيها الضمان الاجتماعي وفيها ديال الاولاد وفيها كل شيء. علاش ما نتفقوش على هذه القضيه؟ يعني علاش ما نديروش؟ ودابا حنا عندنا اقتراحات بان علاش حنا نخلصوا 50% والدوله تخلص 50%، لان كما قلت الروسيطه ديال 400 درهم ولا 500 درهم ما تخلصش ستة الخدامه، لان كما كتعرف 29 راك وصلت ل 900 درهم، وكيف يعقل بان رب العمل يخلص ستة الناس 900 درهم، هي 6000 درهم، وعاد الصالير ديالو، هو كيدخل 500 400 درهم، هذا هو المشكل. دابا شحال دابا غير باش نعلمك، راه حنا عندنا 100 دابا على الاحصاء اللي دايره 220 مقهى ومطاعم تشدت، كيخسر الانسان حتى 400 500 600 مليون، وكيخدم سيمانه وكيغلق، هذا هو المشكل. سؤال اخر اللي هو كيهم التعريفه ديال القهاوي على صعيد الباس، كنلقاو تفاوت عذوبات اثمنه خياليه، شنو واش ما كاينش شي زعما شي نظام استقبالي؟ هذا هو اللي قلنا كما قال الرئيس الحراق بان غندير واحد القانون التنظيمي، هذا القانون التنظيمي هو اللي غنخدعوا الاطار، يعني كل شيء غيخضع لذاك القانون ان شاء الله. في الان بما ان علاش حنا بدلنا الجمعيه ردينا الجامعه، لان باش يخدعنا القانون بان نديروا حنايا قوانين وان شاء الله يوافقوا لنا في البرلمان، وغتكون ان شاء الله تعريف حتى قضيه المسافه بزاف ديال الحوايج، حتى قضيه التعريف ديال لاسينيس، علاش حتى القضيه ديال الملك العام باش ما نبقاش السلطه ساعه يعني خص تكون اللي غيحل المقهى غيعرف شنو ما عليه وما عليه.